بدينا في بلديه لغواط اللي وين كاين مراحل اخرين، وين نمشوا للبلديات المجاوره اللي ان شاء الله نلتقوا فيهم الشباب بالتعاون مع الخبراء اللي راهم عندنا هنا، ولا في شهر جويليه ان شاء الله باذن الله نكون وجدنا لا سيليكسيون تاعنا اللي نطلعوها للمديه، ومن ثم يكونوا يختاروا الاولاد اللي يروحوا لاسبانيا مدينه برشلونه. المهمه صعبه جدا، مدرسه بحجم اكاديميه بحجم برشلونه، ولكن تضافر الجهود تاع المسؤولين رئيس البلديه خاصه وراء الوالي تاع الولايه اللي راه بشرونا بالامكانيات والدعم، مع الوقت ان شاء الله ان نعودوا اهل الثقه اللي عطاوها لنا. نحب نولي لاعب كبير في نادي برشلونه. جيت نشارك في مسابقه اكاديميه البارس، جيت نشارك في مسابقه اكاديميه البارس.